في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل به كون وبغيره لم يكون شيء من ما كون. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان رجل مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة لكي يشهد للنور حتى يؤمن الجميع بواسطته. لم يكن هو النور، بل كان ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم. كان في العالم، والعالم به كون، والعالم لم يعرفه. أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبله، فأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يكونوا أبناء الذين يؤمنون باسمه، الذين لا من دم ولا من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل، لا من الله. ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل فينا، وقد أبصرنا مجده، مجد وحيد من الآب، مملوء النعمة
حقا ويوحنا شهد له وصرخ قائلا هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي قد كان قبلي لأنه أقدم مني ومن امتلائه نحن كلنا أخذنا ونعمة مكان نعمة لأن الناموس أعطي بموسى وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح قد حصلا الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو أخبر